مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من شويه اتفضل. كل سنه وانتم طيبين، يا رب كانت اجازه سعيده عليكم كلكم. احداث كتير حصلت في وسط الاجازه دي هنتكلم فيها. ساريت قبل ما نبدا، ما تنسوش لايك سبسكرايب على اليوتيوب، لايك وفولو على فيسبوك وانستغرام، وشير في كل حته على السوشيال ميديا. يلا بينا نبدا ونبتدي مع حركات الاستحواذ لشركات اماراتيه على شركات مصريه. الموضوع بقاله مده بيتكرر، يمكن كان اخرها الخبر اللي طلع على ابو عوف بتاع المكسرات والبن، اني شركه اغذيه الاماراتيه بتحضر عرض للاستحواذ على نسبه 60% او اكتر. يمكن لسه الاتفاق ده ما تمش، ولكن دي تعتبر الشركه الثالثه او الرابعه من بعد مجموعه استحواذات حصلت. خلينا ناخدهم بالترتيب. من فتره اتقال ان في استثمارات اماراتيه ب 2 مليار دولار هيتم ضخها في مصر. ابتدى الكلام في الاول على CIB، وابتدى على فوري، وكان شركه للاسمده. ده الكلام اللي كان فاول. بعد كده حصل اكتر من حاجه. موانئ ابو ظبي استحوذت على 70% من شركتين نقل وشحن بحري مصريين. شركه مدينه نصر للاسكان سودك استحوذت عليها، بس سودك هي مش سودك المصريه، لا، شركه دار الاماراتيه كانت مشتريه سودك من فتره، فبالتالي شركه دار الاماراتيه هي اللي استحوذت على شركه مدينه نصر للاسكان. وهنا انا عندي اختلاف شويه مع الناس اللي هي بتقول ان ده استثمار اجنبي ولازم نشجعه. ليه؟ لان ببساطه كتير من الشركات دي، ما كانش كلها، هي شركات شغاله وبتكسب، فانت مش بتحيي حاجه، زائد ان انت مش بتعمل توسع. يعني هي شركه موجوده قائمه، حد تاني جه اشتراها، فهي الشركه هتفضل شغاله بنفس شكلها حتى لو حصل توسع. بس الجزء بقى المضر في الموضوع، يعني انت دلوقتي في راس مال اجنبي او فلوس اجنبيه دخلت البلد، بس بعد كده المكسب هيطلع لبره، لان ببساطه المستثمر مش مصري، او الشركه اللي استحوذت على شركه تانية هي مش شركه مصريه. فبالتالي الحل كله على بعضه هو حل مؤقت، ده في حاله ان الشركات فضلت على وضعها. لو حصل توسعات ده بقى استثمار، احنا بقى البيزنس توسع، بقى في حاجات اكتر، بقى في فرص اكتر. بس من الاول خالص لو احنا بنتكلم في استثمار، فحد بيجي بيفتح حاجه جديده فبيخلق فرص عمل جديده، بيخلق تنافسيه اعلى في السوق. لكن اللي بيحصل دلوقتي ده لو فضل على وضعه، انا اسف جدا، ده مش استثمار، بالعكس على المدى البعيد هيكون مضر. زي ما قلنا، فكره ان المكسب هيطلع بره، وعشان يطلع بره هيطلع بالعمله الصعبه. والسؤال هنا هو ليه البيع في شركات شغاله وبتكسب؟ يعني ليه مش بنفكر نخصص من الشركات اللي هي ما فيهاش ربحيه، او زي الخصاصه اللي كانت بتحصل قبل كده، او مصانع بتبقى ميته خالص نعيد احيائها لاي مستثمر ناوي هو يشغلها، ونرفع من الدوله التكاليف والمصاريف بتاعتها. الموضوع لسه مش واضح. الحاجه الثانيه مش واضحه هو اشمعنى الامارات بالذات. يعني ممكن تكون صدفه، بس هو تكرار الموضوع، وانه كل مره يعني بتبقى مجموعه من الامارات او شركه من الامارات، يعني هو ده اللي يعني غريب شويه. هي حاجه ملحوظه بس غريبه، مش تشكيكا في حد ولا في نوايا حد، عشان بس الكلام يبقى واضح. زي ما قلنا، لو حصل توسع تمام، خير وبركه، مفيش مشكله. لو ما حصلش توسع يبقى هنا في مشكله، لان ده فعلا مش استثمار، وعلى المدى الطويل احنا الخسرانين. وفي وسط الاسبوع، وبمؤتمر لجو بايدن، اعلن فيه الصور او اول صور رسميه من تلسكوب جيمس ويب. وجيمس ويب هو تلسكوب فضائي، او للاختصار هو JWST جيمس ويب سبيس تلسكوب. التلسكوب اللي اتعمل بهدف اكتشاف الفضاء يعني بتكنولوجيا وشغل اخذ حوالي اكتر من 20 سنه. والاسبوع ده تم نشر اول صور التقطها من الفضاء لمجرات ونجوم جالنا الضوء بتاعها من 13 مليار سنه، طبقا للتقرير اللي موجود من ناسا. فبيقولوا يعني ان حتى الصور دي ممكن يكون في مجرات منها مش موجوده دلوقتي، لان على المسافه الكبيره والسنين الضوئيه لانعكاس النور ده اخذ وقت طويل جدا. بس دي الصور بتاعه من 13 مليار سنه فاتت. اقرب حاجه واقرب صوره للبيج بانج او الانفجار الكبير، اللي هو طبقا لنظريات الفضاء هو اللحظه بتاعه تاسيس الكون او تاسيس المجرات دي كلها، بما فيها المجرة اللي فيها كوكب الأرض. تتفق أو تختلف مع النظرية، تتفق أو تختلف مع ناسا، شايف الموضوع ده تهريج، عندك إثباتات لعكسه، كل ده حقك تماما. وأنا هنا مش بتكلم في نظرية دينية وال 13 مليار سنة جم منين، وفي ناس بتشكك في الموضوع ده، حتى إيلون ماسك يعني كان منزل تويتر بيتريق على الموضوع. بس هو التلسكوب في حد ذاته يعني كعمل وكعلم وكصناعة، وانه طلع للفضاء وان تلسكوب في الفضاء والكلام ده كله، دي حاجة اخدت مجهود ووقت، وكان فيها ابحاث وتطور تكنولوجي وعلماء ومهندسين بيشتغلوا.
حتى لو انت مختلف مع الصوره، مش مقتنع بيها، مش مقتنع بالصور اللي نزلت بعد كده، لان في صوره اتعرضت في اول يوم وصور بعد كده نزلت على مدار اليومين ثلاثه اللي بعد كده. مش جاي ادخل في جدال القصه بتاعت الدين ونشاه الكون، وان كان مفيش حاجه تمنع ان نشاه الكون اللي في الاديان السماويه تبقى بالطريقه دي مع الاتفاق والاختلاف على كلمه ال 13 مليار سنه. بس هو ايه اللي يمنع ان يكون ربنا انشا الكون بالانفجار العظيم او بالبيج بانج؟ مفيش حاجه تمنع حاجه زي كده. ده على مستوى ادراكي وفهمنا لقصه الخلق في الاديان السماويه، مفيش حاجه تمنع ان ربنا يكون خلق الكون بالطريقه دي. قصه بقى ال 13 مليار والكام سنه دي كلها وحدات زمنيه، ممكن يكون المقياس فيها مختلف، ممكن احنا اكتشافاتنا للتاريخ تكون متأخرة، في احتمالات كتير. برضو في احتمال تاني بيقولك انه هو ليه كل حاجة في الفضاء دلوقتي بقت مع ناسا وامريكا، وفين روسيا والصين من الكلام ده، وايه اللي خلينا نصدق الكلام ده؟ حقك برضو، يعني خلينا نتكلم ان هو حقك، احنا في الاول في الاخر اللي جالنا صورة. ممكن تشكك في الموضوع وتقول ان هو ما حصلش، براحتك، بس ما تشككش وخلاص، يعني لازم توصل وراء اثبات. ميزه الحاجات العلميه ان هي دايما معرضه للنقد، واي حد ممكن ينتقدها طالما قادر ان هو يعمل نظريه تانية او يدي اثبات مختلف، فهي مش حاجه خارجه عن اطار النقد، وهي في الاول وفي الاخر مش امر مسلم بيه. فعايز تصدقها صدقها، مش عايز تصدقها ما تصدقهاش، بس في حاجات تانية واقعية وحصلت في أرض الواقع لازم نصدقها ونتعايش معها. وهنا بتكلم على زيادة البنزين، البنزين زاد بشكل رسمي، ال 95 زاد جنيه كامل، باقي الفئات زادت نص جنيه. وهنا في نقطتين، النقطة الأولانية إنه البنزين زاد في الوقت اللي سعر البترول فيه بيقل. البترول كان زاد بعد حرب روسيا وأوكرانيا والكلام ده كله، وبعدين ابتدى يقل وإحنا زودنا وهو بيقل، فإحنا زودنا ليه؟ وهنا في جدال، هل عشان احنا بنسعر كل 3 شهور فمثلا بنعوض خساره اللي فات، او بنحط احتماليه للي جاي، فمثلا لو سعرنا كل شهر ما كانش هيحصل كده، ولا لا احنا مش بنبص قوي على السعر العالمي والتوقعات بتاعته، احنا اكتر بنبص على احنا عايزين قد ايه في موازنه الدوله، وهو ده اللي بناخد على اساسه القرار. النقطه الثانيه وهي الناس اللي دايما بتتكلم كل ما بيحصل زياده في سعر البنزين والناس تبتدي تضايق، خصوصا لما بيزيد سعر الدولار اللي بيأثر في النقل، بيأثر في اسعار البضائع بعد كده، ويقول لك اصل السعر العالمي واحنا مصر من اقل الاسعار على مستوى العالم، وبص السعر العالمي عامل ازاي، وبص الاسعار في امريكا عامله ازاي. طيب اشمعنى البنزين بس هو لما بيزيد بنبتدي نتكلم على الاسعار العالميه؟ وينزل صوره من اون تي في متوسط سعر لتر البنزين في العالم مش عارف كام دولار، ومتوسط سعر لتر البنزين في مصر عامل كام دولار. اشمعنى البنزين اللي لما بنغليه بنتكلم في كده؟ طيب انا بقى مش هدخل في قصه المرتبات والايجارات والكلام ده كله، هنتكلم في حاجه هي اقرب حاجه للبنزين، اسعار العربيات. عايز تديني بنزين بالسعر العالمي، اديني العربيه بالسعر العالمي، ما يبقاش العربيه عليها جمارك وضرايب وضريبه على الضريبه، وانت اصلا عامل اتفاقيه ان الجمارك بتاعتها تبقى صفر، فتعوض الجمارك الصفر دي بضرايب وضريبه على الضريبه زي ما بنقول، ده غير الاوفر برايس اللي انت مش عارف تتحكم فيه من اسعار الموزعين، وتيجي بقى تقول لي بعد كده اصل السعر العالمي. يعني على الاقل هم حاجتين مرتبطين ببعض، عايز بنزين بالسعر العالمي، اديني عربيات بالسعر العالمي. وبشكل عام هم مش الموضوعين دول بس، عايزين نتكلم في الاسعار العالميه، يبقى نقرب بقى كل حاجه للاسعار العالميه ونتكلم في كل حاجه، تمام؟ في اللي لينا واللي علينا، يعني عشان بس يبقى الكلام يبقى واضح. زي ما اتكلمنا مثلا في حاجه زي الضرايب وان الفريلانس بيدفعوا ضرايب بره مصر وكده، تمام، ما عنديش مشكله. برضو في حقوق واسعار وحاجات كتير بالسعر العالمي ما تنفعش بالاسعار اللي موجوده دلوقتي. يكفي نقول لك ان في موقع اسمه نوبيو، ده بيحسب يعني متوسط سعر المعيشه في مدن كتير حوالين العالم، قال انه في القاهره لو اسره مكونه من 4 افراد هي هتحتاج حوالي 27 28 الف جنيه للمعيشه، ده بدون الايجار. يعني تقريبا كل فرد في الاسره بيحتاج تقريبا 7000 7000 ونص في الشهر. تاني احنا كده بنتكلم بدون الايجار بدون السكن. وبيتكلم ان السعر ده ارخص من نيويورك بنسب معينه، وبعد كده لو قارنت بمدن تانيه هيكون اغلى من مدن معينه، لكن الرقم ده اسره مكونه من 4 افراد يبقى الدخل بتاعها اللي يكفيها للمعيشه بدون الايجار من 27 ل 28 الف جنيه. هل ده بيحصل؟ خلي بالنا ان يعني بص الكلام في الموضوع ده مش وقته دلوقتي، هي بس
فكره الكلمه بتاعت السعر العالمي في البنزين هي اللي فتحت الكلام ده كله، لان الكوكب دلوقتي كله بيعدي بمشاكل. انت بتتكلم ان اليورو لاول مره من 20 سنه بيساوي 1 دولار، ويمكن في يوم من الايام نزل اقل من 1 دولار وبعدين رجع تاني، وان ابتدينا ان في اكتر من دوله تنهار وما تدفعش الديون اللي عليها، يمكن سريلانكا مقلوبه، الارجنتين فيها مظاهرات، مصر محطوطه في الصوره، مصر والاكوادور والارجنتين اكتر دول واخده ديون، اكتر دول معرضة او محتملة ان هي ما تسددش اقساط الديون اللي عليها، ودي حاجة خطر وبتهدد اقتصادات كتير. زي ما قلنا سريلانكا اوريدي عملت كده، سريلانكا الدنيا مقلوبة، في مظاهرات، الرئيس بتاعهم هرب، هم الشعب دخل القصر الرئاسي وقاعد فيه بيحاولوا يهدوا الدنيا، لسه في حكومة انتقالية، قصة كده. لبنان برضو ما سددتش من الديون اللي عليها، روسيا في التقرير مكتوب ان هي ما سددتش من الديون اللي عليها. زي ما قلنا مصر والإكوادور والأرجنتين هم دول اللي عليهم العين، لأن دول أكتر دول عندها ديون، فربنا يسترها على البلد. أتمنى أن احنا ما نقعش في الفخ ده، أتمنى قصة أن احنا يعني بنستلف، والفيديو اللي كان طالع لوزير المالية يقول لك هستلف تاني. طيب الفرق بنجيبه وبنستلفه، بنستلفه بأقساط فوائد وبأقساط أقساط القرض نفسه والفوائد بتاعتها، مظبوط، مع القديم فالدنيا بتزيد. لو عاوز تعرف الرقم، ما انا عايز اعرف السنة الرقم دي، السنه دي انت هتدفع 541 مليار فوائد، و 276 مليار اقساط ديون، 276 مليار اقساط ديون، المجموع ده 817 مليار جنيه. ده خدمه الدين بس، فوائد واقساط، وانت عندك كل الايرادات بتاعتك 943، هم في الموازنه 989، فانت لو جبت 900 هتاخد منهم 817 فوائد واقساط، ويتبقى لك بس مفيش غير 100 مليار يمكن ولا حاجه، اقل. طب انت بتشتغل ازاي؟ هستلف تاني، هستلف تاني، هستلف تاني، هستلف تاني. اتمنى كده كفايه، كفايه نشوف اي طريقه نبقى منتجين بيها، بحيث يبقى الديون اللي علينا تقل بقدر الامكان، او على الاقل ما نزودش الديون اللي علينا، كفايه اللي علينا وبنحاول نسد فيه. وبس كده، دي كانت اكتر اخبار ترندنج الاسبوع اللي فات على السوشيال ميديا، المصادر موجوده في الديسكريبشن بتاع اليوتيوب، الكومنتس مفتوحه على اليوتيوب وفيسبوك وانستجرام. مهم جدا نتناقش، عادي جدا نختلف، لكن دايما لازم نحترم بعض. لو عجبتكم الحلقه لايك سبسكرايب شير في كل حته، اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه، سلام.